دلوقتي مشاهدينا ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي هيكون يعني اهمها ترأس الدكتور مصطفى مدبول اجتماع اللجنه العليا المشتركه مع نظيرته التونسيه نجلاء بودن، وكمان النهارده هيكون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه الاهلي ووفاق سطيف، وده هيكون بحضور بيتسو موسيماني، وغير انطلاق اكبر تجمع للدراجات الناريه في مصر والشرق الاوسط. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيرأس اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، وكمان هيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد. النهاردة وزارة الأوقاف أعلنت إن موضوع خطبة الجمعة هيكون بعنوان الصانع المتقن والجندي المرابط يداً بيد. هتتناول الخطبة التأكيد على أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية هو جريمة شرعية وخيانة وطنية، وإن ما تقوم به قواتنا المسلحة هو عين الجهاد الشرعي. النهاردة هيحضر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها بكرة. النهاردة هينطلق أكبر تجمع للدراجات النارية في مصر والشرق الأوسط للموسم العاشر على التوالي بايك ويك، بمشاركة 3000 دراجة نارية تحت شعار تحيا مصر، وبإشراف الاتحاد المصري للدراجات النارية عبر بوابات العين السخنة مروراً بمدينة الجلالة حتى بورتو السخنة.